يعني فعلا الاختيار كان من الأعمال العظيمة جدا على مدار حياة 3 سنوات حتى الآن. يعني طبعا برضو هسأل حضرتك، يعني إيه النماذج الأخرى اللي لفتت نظرك في رمضان، النماذج الدرامية اللي عرضت في شهر رمضان؟ يعني في مسلسل كمان العائدون كمل الموضوع، تكلم عن المخابرات المصرية وبتكلم وهي بتطرد الدواعش اللي هو بيدخلوا مصر. والحقيقة برضو المسلسل فيه بتاع ده في إطار أداء رائع من ممثلين كتير، منهم أمير كرارة، منهم أمينة خليل، لكن كمان الممثلين اللي عاملين دور دواعش خصوصا الممثل السوري عملوا بشكل رائع جدا. في يعني بشكل عام في خيارات جيدة جدا ورائعة في هذا المسلسل، لكن في بقى المسلسلات الاجتماعية. يعني أنا مثلا معجبة جدا بمسلسل فاتن أمل حربي. هو المسلسل إبراهيم عيسى الكاتب ومحمد العدل المخرج، وهو الحقيقة مخرج قدم حاجات كتيرة مهمة زي ما إبراهيم قدم حاجات أفلام بالتحديد، لكن هنا يمكن أول مسلسل يعمله. وأنا ممتنة له لأنه كل تفاصيل قضية السيدات اللي هم يعني بيجدوا تعنت فظيع من أزواجهم السابقين أو الحاليين قدمها، كل أنواع التفاصيل فيما يخص الأبناء، فيما يخص الحضانة، فيما يخص الإنفاق عليهم، فيما يخص حتى حرية الحركة، فيما يخص التعريض بيهم وتعنيفهم، كل قدم تفاصيل مذهلة بشكل فعلا يخليك تتسألي وانت كمشاهدة، الله طب ازاي أي واحدة فيهم وهي بتواجه هذا العنت الفظيع، كل ما تروح المحكمة يقولوا لها ده الكلمتين دول قضية لوحدها والكلمتين اللي بعديها قضية لوحدها، أنا ما كنتش عارفة ده كمشاهدة. قضية يعني معناها سنوات أخرى، سنوات أخرى وتفاصيل أخرى وفلوس أخرى، إذا كانت هي مش قادرة تعيش بناتها أو أولادها، مش قادرة تصرف عليهم، طب إزاي هتصرف على هذا الكم من قضايا؟ وبعدين لماذا يضع القانون الإنسان المصري في هذا المأزق، إن كل كلمة محتاجة يعني قضية مختلفة، في هذا التعب، في هذه الحيرة، في هذه الحيرة، في هذا المجهود. وبعدين إذا كان كل ده بيخص قضية واحدة وطرف واحد، طب ليه يتحول إلى مجموعة قضايا؟ وبعدين طبعا المسلسل بيقدم برضو ألاعيب المحامين بشكل رائع جدا، لكن كمان بيقدم كمان حاجة مهمة جدا، إزاي إن أي شخصية بتقوم بعمل غير عادي ممكن تتحول إلى ترند وبطل على السوشيال ميديا. يعني حينما رفضت فاتن بعض ما قيل لها في المحكمة وقالت ده ظلم، وده ظلم وحبسها القاضي 24 ساعة، أصبحت ساعتها يعني أو على الأقل ثأرت من كثيرات غيرها مش قادرين يقولوا الكلمة دي لأنهم خايفين. أطلق، أتجوز، أنا حرة يا أخي، مش كده؟ والنبي لا تجوزي كده يا حلوه، وانا ولا اوريكي طرف العيال، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت عارفه ان الحضانه بتسقط على طول ولا ايه؟ ولا الكفته بتاعك ما قالكيش؟ ما قالكيش ها؟